بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا مع كبسولة قانونية جديدة، قرار الوصاية أو الولاية. إيه معنى إيه؟ توفي شخص وترك عنه ورثة شرعيين، من ضمن الورثة قصر، يعني ما بلغوش سن الرشد اللي هو سن 21 سنة، فلازم يكون في وصي على القصر أو ولي شرعي حسب الأحوال. ولي شرعي لو الجد موجود بياخد الولاية الشرعية على الأبناء وتبقى أمهم وصية، أو حد من أقربائه حسب القانون وصي عليهم في حالة عدم وجود ده أو ده. طيب، في الوصاية هتتعمل إزاي؟ أولا بيتعمل محضر اسمه، بتتعمل في النيابة الحسبية. النيابة الحسبية وقرار وصية مهم ليه؟ لأنه بيبقى مستند في حالة رفع الإعلام الشرعي، بيبقى مستند القرار الوصية، بيبقى مستند الإعلام الشرعي بيتم شلبيه، يبقى لازم قرار الوصية يتعمل الأول. وبيتعمل إزاي؟ بتقدم طلب في النيابة الحسبية ومرفق به أيضا أسامي الورثة مع صورة من شهادة الوفاة، وبتطلب تحرير قرار وصاية بناء على طلب الأم القصر انها بتطلب تعينها وصية عليهم، وبيطرد الطلب على النيابة الحاسبية ويبتدي ياخدوا أقوالها في الطلب. ليه؟ عشان يتعمل حاجة اسمها محضر حصر تركة. محضر حصر تركة ده يعني ايه؟ الوصية بتقول على كل ما تركه المتوفي، المعاش إذا كان في عقار، إذا كان في أرض زراعية أو أي شيء من هذا القبيل، عقار أو منقول، بتقول عليه في محضر حص التركة. ليه؟ لأن أي شيء يحصل أو يتكشف بعد كده، أو أي حد من الورثة اشتكاها، النيابة بتتهمها بخيانة الأمانة بالنسبة للقصر، لأن النيابة الحسبية أصبحت هي ولية أمر القصر، وهي المسؤولة عن مادياته، المسؤولة عن كل شيء، لدرجة ان الوصية لما تكون عايزة تصرف اي جزء او اي دفعة من فلوس خاصة بالقصر لازم تستأذن النيابة الحسبية، ولو كانت حاجة مهمة خاصة ببيع او شراء لابد من تحريكها عن طريق خبير يحدد جدية طلبها وهو المصلحة القصر ولا لا، عشان تصرح لها بالكلام ده. يعني العملية مش هيصة كده وخلاص، لا، ده لحاجات جدية لازم. وبيتم محضر حصر التركة بناء على ايه؟ بيستدعى شيخ البلد او شيخ الناحية المسؤول عن المنطقة اللي فيها سكن المتوفي، وبيجي يقول على، يأكد على حصر التركة الخاص بالمتوفي. يعني الكلام اللي قالته الزوجة يأكد عليه شيخ البلد او شيخ الناحية ويمضي عليه، وبكده يطرد الورق على النيابة ليصدر قرار الوصاية للطالب او قرار الولاية، ويبتدي بكده يستخرج عدة صور رسمية منه. ليه؟ لان الصور الرسمية دي كل شيء هيروح يعمله توكيل في الشهر العقاري للمحامي، هيحتاج الصورة الرسمية من القرار الوصاية، هيعمل الاعلام الشرعي الصورة الرسمية من اي حاجة هيعملها خاصة بالقصة لازم يكون معاه قرار الوصاية. زي ما قلنا بالنسبة للاعلام الشرعي نفس الحكاية. الحاجة التانية والمهمة، وهي رايحة عشان تعمل، لازم معاها شهادة الوفاة، وهي مع شهادات ميلاد القصر، شهادة الوفاة وشهادات ميلاد القصر، عشان يثبت ان دول القصر اللي ما بلغوش سن الرشد، ويثبت نسبهم الى المتوفى. وبكده يكون خرج الاعلام قرار وصاية للنور لتقديمه في الاعلام الشرعي ليخرج للنور ايضا. ومن مهم جدا ان الزوجة او طالبة الوصاية او طالب الوصاية انه يحدد في محضر حس التركة كل التركة حفاظا على اموال القصر، وحتى لا يقع فيها المساءلة القانونية بعد ذلك معرفة النيابة الحسبية. وكده يبقى خلصنا ما ورد بشأن قرار الوصاية، والى اللقاء في كبسولة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.